الوانها غزاله، مذاقها غزال. كنخلطوها ديالنا لي كولور شي شحال زوينين، غزالين مع داك البربو كيجي غزال. هي كيف ما تيقولوا الشاف لمياء بالنسبه للحوت واحد شويه كيعطينا هذاك الطعم ديال العطش ولا ديال الشحفه. اي سيغتو دابا حنا في رمضان وصايمين، فمن الاحسن الا درنا الحوت نديروا معاه دي سالاد، نديروا معاه دي جو اللي هما عواصر. والحوت ما تخافوش منه، يعني الواحد قد ما قدر يديروا وياكلوا اكثر قد ما زوين اللي فحصوا. لحقاش بزاف ديال الدراسات اللي داروا كياكدوا على تناول الحوت من مره لمرتين في الاسبوع عشاف. مزيان بيان سور الحوت مخير، لحقاش واحد المصدر غني ديال البروتينات ديال الاوميغا 3 وفي الدهون ديالو قليله، ماشي مدسم بزاف ياك اشاف. بيان سور الحوت غزال دائما من الاطباق اللي كيحبوها جميع العائله. زوينه. غادي نحط لا سالاد ديالي. دونك بيدي غادي نقبضها ونجمعها هكا كما العاده. كما العاده وغادي نزيد عليها السمسم من الفوق، كيجي المنظر ديالها هائل. أيه. وصحيه وغزاله. هذا السلاد هي دي واجده، الشكل ديالها غزال، الالوان ديالها رائعه، زيترغان ديالنا اللي هو بنين بنين بزاف 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 وصحي وزوين. وممكن كيف ما قلتي اشف اليوم عطيتينا واحد السر من الاسرار، ان زيت الارغان ممكن تستعملوه في مجموعه من الاطباق. طبعا يعني ما حتى في الطياب نفسه، حتى في الطياب كنطيبوا الشلوح كيطيبوا به الطواج. اي لحقاش الاغلبيه تياخذوا انا منهم بعدا مع الخبز وصافي. اي هشف يلا كيف ما شفتوا مشاهدينا الاطباق ديالنا كلها اللي درنا ولا جاهزه، فخليكم معنا باش نشوفوا طريقه التقديم.